أسعد الله أوقاتكم مشاهدي قناة الجسر الفضائية، معكم من جديد أنس أبو عدنان مراسل قناة الجسر الفضائية من ريف حمص الشمالي. طبعا نحن الآن بالتحديد على إحدى الجبهات القتالية في ريف حمص الشمالي، وبالتحديد على جبهة كتيبة الهندسة شمال مدينة الرستان. سوف نقوم الآن بهذه بجولة ميدانية عسكرية نسأل فيها الثوار المرابطون على هذه الجبهات عن معنوياتهم القتالية وكيف هي عزيمتهم، إلا أن قوات النظام أشاعت أنها سوف تسيطر على مدينة الرستان وسوف تسيطر أيضا على الطريق العام الواصل ما بين مدينة حمص ومدينة حماة. سوف نسأل هؤلاء الثوار عن عزيمتهم وعن مدى قوة النظام في هذه المرحلة، على الرغم من أن قوات النظام استعانت بكافة القوى الدولية منها العدوان الروسي والإيراني والصيني لأجل التقدم ولو شبر واحد على الجبهات القتالية في ريف حمص الشمالي. ونحن في هذا اليوم ولليوم 15 على التوالي وقوات النظام في محاولات متكررة من أجل التقدم على الجبهات القتالية. كونوا معنا وتابعوا هذه الجولة، مقدمها أنس أبو عدنان. يعطيك العافية، السلام عليكم. يعطيك السلامة ورحمة الله وبركاته. في الخدمة. أهلا، من احنا وين موجودين بالتحديد؟ والله ببعدوا عنا تقريبا حوالي 200 متر تقريبا. نحن موجودين على كتيبة الهندسة، ما هيك؟ موجودين هون بمدينة الرستان على الجبهة الشمالية. كتيبة الهندسة تبعد عنا تقريبا شي 800 متر. قد عاملين حواجز هلا لقدامنا شغل شي 200 متر 300 متر. والحمد لله رب العالمين ما نعم نخلي ولا خنزير ولا كلب يقرب على هالمنطقة هذيك، لانه نحن في مدنيه هناك ما بدنا كمان ينضر وكذا. والحمد لله رب العالمين، ونحن بنحب نقول لروسيا والله العظيم كل صاروخ عم تشل فيه على اراضي سوريا والله العظيم لا تندمي فيه، والله العظيم والله العظيم، ونحن صامدين والله العظيم ما راح نتخلى لا عن ارضنا ولا عن عرضنا ولا عن وطننا. وساقط وحيات اللي خلقك يا بالشر لا تسقط بالصرمي، وان شاء الله ما راح نخيب امل الاحرار ان شاء الله. كيف هي عزيمتكم اليوم اخي؟ الحمد لله رب العالمين، امورنا جيده جيده الحمد لله، ونحن ما بدنا حدا يكون معنا، ما بدنا الا رب العالمين يكون معنا، لا بدنا لا روسيا لا شيء، ما بدنا حدا. ان شاء الله تعالى. طبعا نحن الان على احدى الجبهات القتاليه كما ذكرت، وخاصه على جبهه الهندسه في شمال مدينه الرستان. وهذا هو المشفى، وهذه هي كتيبة الهندسة التي تقوم بقصف المدنيين العزل على القرى ومدن ريف حمص الشمالي. وفي هذا المكان يرابط هؤلاء الثوار. وأنا الآن أحد القادة الميدانية على هذه الجبهة يحدثنا أكثر عن هذه الجبهة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هلا وين موجودين؟ نحن القوات المرابطة على جبهة الشمالية الرستان، حركة تحرير حمص كتائب الحنزة. هون أهمية جبهتنا تقوم هي الفاصل الوحيد بين حماة وحمص. هناك محاولات كثيرة للجيش للتقدم على هذه المنطقة، والآن مجددا بدأ الطيران الروسي بقصف مدينة الرستان، ظنا منه أنه يستطيع التقدم في مدينة الرستان، لكن هنا الحمد لله صامدين يد بيد لدحر هذا العدوان الروسي والنظام. وهذه هنا نقاط رباطنا على كتيبة الهندسة والمشفى. نحن هلا شفنا هون نقاط النظام قريبة جدا من هذا المكان. شو ممكن تشرح لنا؟ هلا هذا البناء الكبير، شو هذا؟ هذا بناء الضخم. هذه المشفى، هي مشفى يقوم الجيش بالتمركز بها. هي هون عند السجار. هون كمان نقاط للجيش، موجود فيه دبابات ومدافع يقوم بقصف مدينة الرستان وتقتل، هي آلة قتل الأطفال والنساء. وبين الشجر هناك كتيبة الهندسة؟ ايه هون أخي كتيبة الهندسة. نحن هون رباطنا على كتيبة الهندسة والمشفى، وفي حواس كمان متقدمة للكتيبة. فينا نشوف الحواجز بين عينينا؟ تفضل. هي أول حاجة. إذن هذا هو حاجز النظام.
هذا الحاجز اللي فوقه علم هذا هو؟ اي هذا هو. في هناك كمان حاجز هاي الاحمر بتزوم عليه. وهي البراج تبع السد. كتيبة الهندسة ممتدة على المنطقة الشمالية من مدينة الرستان، في منطقة عالية من مدينة الرستان. وهذا هو حاجز قوات النظام. هذا حاجز قوات النظام. طبعا هي الأبنية كلها هون فيها جيش للنظام، قوات النظام. نعم. نحن هون عم نراضي، صرنا 4 سنين الحمد لله صاعدين بإذن الله، وراح نضل بهذا الرباط حتى يسقط هذا النظام. شو هي الأسلحة الموجودة عند قوات النظام؟ هناك دبابات ومدافع الفوزديكا ومدافع الميدانية 130 ومدفع الشيلكا. هذه المدافع تقوم بقصف مدينة الرستان يوميا، ظنا منهم أنهم يخبطون ثورتنا، لكن الحمد لله نحن هنا صامدين. وكيف هي معنويات الثوار اليوم؟ معنويات الثوار الحمد لله عالية جدا، مع أنه الجيش أتى بالطيران الروسي. الطيران الروسي صار مقصف مدينة الرستان حوالي أسبوعين، يوميا غارات متوالية طيلة النهار على كافة ريف حمص الشمالي. على كافة ريف حمص الشمالي، ما بحكي عن منطقة ريف. نعم. قصف نهاري وليلي، لكن الحمد لله معنوياتنا عالية جدا وصامدون كما ترون هنا على جبهات القتال. لا روسيا ولا حزب الله راح يوقفنا على النظام. نعم. نرى أن قوات النظام تقوم بمحاولات متكررة في ريف حمص الشمالي على التقدم على أغلب الجبهات القتالية وتفشل. أخي يوميا هنا تدور يوميا اشتباكات، يقوم الجيش بالتقدم بكمائن ليلية له ونهارية، لكن هنا الحمد لله عين ساهرة نقوم بصده يوميا. اشتباكات متقطعة وأحيانا تكون يومية. نعم. دون أن تتقدم قوات النظام على هذه الحمد لله ولا شيء تقدمت. نعم. خلا هون شو شو رصدت حتى صرت والله هي تحركات للعساكر بين البنايات وعم يشرق قناصات هون على المباني. نعم. ما عم خلينا ينشر القناصات. الله يعطيكم العافيه. طب من هذا المكان كان معكم انس ابو عدنان خاص قناة الجسر الفضائيه، جوله ميدانيه على جبهه الهندسه شمال مدينه الرستان. والسلام عليكم.